أيها الشعب الجزائري الأبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيدة نعيمة سعد مهني، حرم بالقاسم بوزيدة، تخصص شريعة إسلامية، جامعة الأمير عبد القادر، ولاية قسنطينة. ممثلة لمترشح رئاسيات 7 سبتمبر 2024 السيد حسني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم، والذي سأتطرق لبرنامجه الطموح الموسوم بفرصة بمحور السياحة ودورها في التنمية الوطنية، إذ يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات في العالم اليوم، حيث أصبحت السياحة صناعة حضارية واجتماعية وتمثل المحور الأساسي في أنشطة الخدمات وأحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، وأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الفروق الاقتصادية والاجتماعية وتأمين موارد هامة. وقد شهد قطاع السياحة في الجزائر نمواً ملحوظاً خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وهذا راجع للإمكانات الطبيعية والسياحية التي تتوفر عليها بالرغم من الإهتمام المتواضع بالقطاع السياحي آنذاك، إذ يمكن أن تجعل هذه الإمكانيات الجزائر البلد السياحي الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما يمكن أن يكون قطاع السياحة مصدر دخل هام للبلد، إلا أن هذه الإمكانات غير مستغلة على أكمل وجه، كما أن كل التدابير التي اتخذتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع تبقى دون المستوى المطلوب، وبالتالي تبقى مساهمة السياحة الجزائرية في النتاج المحلي الخام ضعيفة جدا. فعلى رغم الإمكانات الطبيعية والمادية، إلا أن السياحة في الجزائر تعتبر الأضعف بمنطقة شمال إفريقيا، إذ لم يحظى هذا القطاع باهتمام المسؤولين. فالكثير من المدن الجزائرية تزخر بمعالم سياحية وثقافية وحضارية هائلة، ومثال ذلك مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري ومدينة الجسور المعلقة، والتي تعد وجهة سياحية هامة لما تتميز به من مقومات سياحية هائلة، إلا أن افتقارها للعديد من العناصر السياحية المتمثلة في المرافق والخدمات ووسائل النقل وخدمات ومرافق البنية التحتية وغيرها، جعل هذه الولاية ما زالت متعثرة ومتأخرة كثيرا في هذا المجال. ولهذا فإن البرنامج الانتخابي فرصة للمترشح عبد العالي حسني شريف حركة مجتمع السلم، أعطى اهتماما كبيرا لتنمية القدرات السياحية الوطنية، وفصلها في عدة نقاط هامة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في الجزائر وجعل الجزائر قبلة هامة للسياح من مختلف بقاع العالم، خاصة وأن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف من الضروري تطوير القدرات السياحية الوطنية في الجزائر من خلال هذه المحاور التي لخصها برنامجنا الانتخابي فرصة في النقاط التالية: أولاً، ترقية الوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بها، إذ أن الجزائر تمتلك تنوعاً جغرافياً وثقافياً فريداً من نوعه، مما يجعلها وجهة سياحية واعدة. تعزيز هذه الوجهة يحتاج إلى حملات ترويجية فعالة تسلط الضوء على جمال الطبيعة وتاريخ البلاد العريق والتنوع الثقافي. ثانياً، إعداد مخطط وطني للموارد السياحية يعد ضرورة لضمان استغلال أمثل للمواقع السياحية وتطويرها بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الأنشطة السياحية. هذا المخطط يجب أن يركز على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم والتثقيف. ثالثا، تنويع المنتج السياحي الوطني يعد خطوة سياسية أساسية لجذب مختلف أنواع السياح. يمكن أن يشمل ذلك تطوير السياحة الثقافية والسياحة البيئية وسياحة المغامرات وحتى السياحة الطبية ولما لا، مما يسهم في تقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الأذواق. رابعا، تدقيق منظومة التقييس للخدمات والأنشطة السياحية يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية. هذا التدقيق يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح، مما يزيد من رضاهم ويشجعهم على العودة وزيارة البلاد مجددا. خامسا، مرافقة النشاط السياحي والصناعات التقليدية في المناطق المعزولة يعزز من دور السياحة في تنمية هذه المناطق ويدعم الصناعات التقليدية ويسهم في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد ويخلق فرص عمل
عمل جديدة لسكان هذه المناطق، كما أن تأهيل مطار الجزائر الدولي ليصبح منطقة عبور دولية يمكن أن يسهم في عدد السياح الوافدين إلى الجزائر. في الختام، إن برنامج فرصة للمترشحتان شريف عبد العالي يولي أهمية كبرى لقطاع السياحة، وإننا من هذا المنبر ندعو كل الجزائريين وبالأخص الرجال والنساء الأحرار الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر 2024 والتصويت على مرشحنا حسان شريف عبد العالي. بارك الله فيكم، دمتم ذخرا وفخرا لوطنكم الجزائر الحبيبة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.